إذا أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى هذه المرحلة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا. وصلنا إلى مباراة النهائي، مباراة نهائي دوري الأبطال الذي لن يشارك فيه الحرس الذين حارسوا وحرسوا الفريق الكتالوني طول هذه الفترة. لن يشارك فيها بيكي، ولن يشارك فيها ايضا من لا ادري. اذا هذه هي التشكيله. مباراه رائعه، مباراه كبيره امام مانشستر سيتي. مانشستر سيتي ايضا بالقوام الكامل يا ساده في هذا اللقاء. اذا علينا فقط ان نضغط على زرار البدء. اراك بعد الانترو لنرى ماذا سيحدث في هذه الاجواء العالميه هنا. اي استاد اي شيء لا ندري، ولكن هذه هي التشكيلات، تشكيلة الفرقتين، فهيا بنا نبدأ. تشعر في مثل هذه المباريات أن الأرض تهتز من تحتك. نلعب في استاد مانشستر يونايتد، في استاد الأولد ترافورد، مباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا ذات الأذنين. هنا الفرقتين، كابيتانو سيرجي بوسكيتس والكابيتانو أيضا دي بروينا للفريق الكبير السيليستي، كذلك للفريق الكبير برشلونة. جمهور الفرقتين يقدم صورة رائعة في استاد اللقاء في الأولد ترافورد. في انتظار بداية اللقاء هنا هولاند ذات الأذنين يا سادة، ذات الأذنين هنا في الأولد ترافورد لأول مرة. تلعب مباراة النهائي على هذا الاستاد. النداء على أسماء اللاعبين هنا في أرضية الميدان. هنا هولاند، فيل فودن، محرز. كانت رحلة طويلة، رحلة طويلة من ليالي الأبطال، رحلة طويلة من ليالي الأبطال تبدأ هنا في هذه الملحمة. هنا رودري وتير شتيغن، هنا فودين، ينظر فودين داني ألفيس، خبرة المباريات الكبيرة عند داني ألفيس وغيره من اللاعبين. هنا انطلقت المباراة مع أوباميانغ، كريستيانسن. لعب لأومتيتي، أثبت نفسه أومتيتي في سابق المواعيد. أومتيتي هنا كرات مثلثات على شكل كرات، هنا ضغط من محرز، يريد بيب أن يفوز بأول بطولة له مع هذا الفريق الكبير فريق الساتي. ساتي هنا كرة لرافينو، أوباما يانج في البداية، أوباما يانج في إحراز مثل هذه الكرات. يا سلام يا سلام، أولى الأهداف في الدقيقة الخامسة. تهتز الشباك هنا. ناثان أكي يخطأ خطأ ليس بالخطأ العادي. هنا انظر الكرة، انظر الكرة، تمريرة من ممفيس عند رافينيا، انظر كيف ناثان أكي، وأيضا خطأ من ستونز، جون ستونز يفعلها. يا سلام أوباميانغ، الله، لم يلمس الفريق السيليستي الكرة في أي دقيقة وأي ثانية في هذا اللقاء، ولكن عليك الحذر، عليك دائما الحذر من مانشستر سيتي. فريق كبير، فريق يستطيع تقديم الكثير في كرة القدم. هنا كيسي أراد تمرير الكرة إلى عثمان ديمبيلي، الكرات التي في خلف خوردي ألبا. هنا كرة، يا سلام يا سلام يا سلام على جوندوغان. لن تكون مباراة سهلة على برشلونة. إحراز الهدف لا يعني بكل تأكيد أنه هو الهدف الحاسم للمباراة، ولكنه سيكون هدف البداية فقط. أتوقع أن هناك أهداف كثيرة ستأتي في هذا اللقاء. هنا كيسي يلعبها كرة رائعة من داني عند رافينيا، أوباميانغ، ولكنها في النهاية لإيدرسن.
كرة كانت دون المستوى من أوباما يانغ، كذلك هجمة لم تكن متقنة من رافينيا. فودين دبرويدا. فاول فاول على كيسي. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Well, I think the referee لم يحصل على كارت. Told him to rein it in or suffer the consequences. أوه كرة كرة خطيرة خطيرة خطيرة، ولكن ولكنها لم تمر. الأخطاء التي كان يعتمد عليها برشلونة في مع الفرق الصغيرة لا يجب عليه أن يعتمد عليها الآن. هنا كرة خطيرة عند هولندا. أخطاء دفاعية أخطاء دفاعية بالجملة هنا من فريق برشلونة، ولكن حتى الآن في الأمن. كرة داني ألفيس. كيس هذه الجبهة التي عثمان. يا سلام، ولكنها ترتطم في قدم جواو كانسيلو. اعتماد كامل على جبهة رافينيا. اوه هنا ناثان أكي لا يستطيع التغطية بشكل كامل على رافينيا، لذلك يتم الاعتماد على هذه الجبهة بشكل كامل وبشكل رئيسي، كذلك الاعتماد على مسألة التسلل من فريق طيب مانشستر سيتي لإيقاع أوباميانغ صاحب الهدف الأول. إذا لن يستطيع أوباميانغ أن يلعب بقدمه. هنا هالاند أيضا، هنا هالاند يتلاعب بكريستنسن، يتلاعب بكريستنسن. هنا كرة، يا سلام، هنا كرة نثنكي نثنكي نثنكي. يا سلام، أوهو داني يأخذها من أمامه. أوهو سيرجي سيرجي بوسكيتس. ديمبلي ديمبلي والمرور، ديمبلي والعبور، ديمبلي يلعبها لأوباميانغ. رائعة رائعة لأوباميانغ، ولكن إيدرسون في الموعد وإيدرسون في المكان. كرة كانت خطيرة، كانت رائعة لأوباميانغ، ولكن إيدرسون يتألق فيها. إيدرسون كذلك. هنا خطأ على جوردي ألبا. إذا كانت هناك جبهة وهناك جبهة، فجبهة جوردي ألبا أضعف بكثير من جبهة نثناكي. ماذا لديك لتقدمه يا دي بروين؟ رافينيا يقلل الضغط من عليه. كرة كرة للأمام، كرة لمنفس، ولكنها لا تمر. إذن الآن لدينا مؤشرات، لدينا مؤشرات هنا، لدينا جبهة ضعيفة وجبهة أخرى ضعيفة، ولكن يعني بإنذار لجوردي ألبا يريد الحكم أن يعني يمسك زمام الأمور، ولكن ليس بهذه الطريقة. هنا كرة لفيل فودن. هجمة خطيرة، هجمات خطيرة متتالية هنا في أرضية الميدان في الأولد ترافورد. يا سادة كريستيانسن غاب عن لقاءات كثيرة. كريستيانسن هنا جوردي ألبا. كريستنسن مرة أخرى. بوسكيتس. ألبا مرة أخرى. ألبا يلعبها لمنفس. منفس ديباي، منفس ديباي. ديمبلي ديمبلي ألبا. أوباميانغ، يا سلام، يستطيع الهروب أوباميانغ من لابورتا وكذلك من جون ستونز ليلعب الكرة الرأسية. هنا أوباميانغ والتمريرة، ولكنها في النهاية كانت في التسلل. اعتماد من المدرب الكبير، المدرب هولاند هولاند هولاند، ولكنها في النهاية عند سيرجي سيرجي بوسكيتس. هنا جوردي جوردي ألبا. ديمبلي ديمبلي دي منفس. مرة منفس، ولكنه لم يعي لم يعي مروره منفس. هنا الكرة، وينتهي الشوط الأول بهدف لأوباميانغ في الدقيقة الخامسة. في الدقيقة الخامسة فقط من عمر اللقاء هدف لأوباميانغ، هدف يشتعل به اللقاء أكثر فأكثر، تحطم به طموحات طموحات كبيرة وكثيرة عند المدرب بيب غوارديولا المدرب السابق أو الأسبق يعني للفريق الكتالوني، كذلك هو المدرب الحالي مانشستر سيتي. هنا كرة، الكرة من منتصف الميدان عند فرناندينيو، تدخلات عنيفة، ولكن يلعبها من مكان عند غوندوغان، كذلك فاول عند غوندوغان.
يحذر من هذه الكرات دي بروين على تنفيذ هذه الكرات دي بروين دي بروين ولكن أومتيتي هنا دي بروين أومتيتي يا سلام يلعبها لدانيال فيس دانيال فيس كرة عند جوردي ألبا يا سلام على هذا التحضير جوردي ألبا كريستنسن كرة لكريستنسن يا سلام يرسل الكرة رافينيا ممفيس ديمبلي ولكنها الشوطة يعني ضعيفة لعبونها كثيرا ديمبلي وأوباميانغ هذه الكرة ولكنها الآن ضعيفة ضعيفة جدا كيسيي يا الله عند رافينيا عند رافينيا عند رافينيا يا لا 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 ولكن تقدمات من لابورتا تغييرات هنا في أرضية الميدان أتى بلابورتا عند هذه الجبهة ليغلقها ولكن هنا بوسكيتس تصويبة ولكن حتى الآن المباراة ما زالت في الملعب ما زالت في الملعب ما زالت كرة لهولندا هولندا وأومتيتي هولندا مرة أخرى يضغط على ممفيس ولكن هروب أكثر من رائع منه كرة من رافينيا للأمام ولكن ستونز في المكان والزمن المناسبين هنا كرة لفيل فيل فودين فيل فودين يا سلام يا سلام على هذا الهدوء أومتيتي But this is exactly the approach they have taken. There is an irresistible, هناك ثقة أزيد من المعتاد هنا 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 يلعب بها ويتلاعب بهم ولكن أوباميانغ كان في التسلل هجمة نثناكي خطوة واحدة هنا نزول جاك غريليتش لأرضية الميدان وخروج لي في الفودن أعتقد أنه كان تغييرا سيئا كان يقدم أداء رائعا حتى الآن ولكنها تسلل مرة أخرى وقوع من أوباميانغ في مصيدة التسلل في جميع هذه الكرات أمر ليس بالمحبذ وليس بالمطلوب على الإطلاق لفريق كبير مثل الفريق البرشلوني هنا أوباميانغ يا سلام على هذه الهجمة المرتدة على هذه الهجمة المرتدة رافينيا أوه 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 الهدف الثاني رافينيا رافينيا والهدف الثاني يا الله أوباميانغ فعلها في الأولى رافينيا في الثانية هجمة مرتدة تسقط الفريق تسقط السيتي هنا كرة يا الله رافينيا فعلها ضم رافينيا خرج إيدرسون ليفعل الكرة شيب فوق إيدرسون لتدخل الكرة إلى أرضية الميدان طبعا حسرة كبيرة حسرة كبيرة ليس فيها تسلل ليس فيها تسلل على الإطلاق يحرزها رافينيا بكل دقة وبكل مهارة يا الله انظر إلى هذه الكرة انظر إلى هذه الكرة انظر إلى هذه الكرة يا سلام يا سلام فعلها هما الاثنين حسرة في أرضية الميدان من هولندا من دي بروين بشكل أخص دي بروين يعني اللاعب الذي أصلا يشجع هذا الفريق يشجع الفريق مش عارف وفعلا بيشجع برشلونة ولا لا ولكنه يعني هو القائد هو الكابتان هو الكابتان يريد لقب يريد لقب دوري أبطال أوروبا بعد الكثير من المراحل الذي يصعد فيها إلى الأدوار النهائية ثم يخرج هنا كرة من أوباميانغ يأخذها في ظهر جون ستونز جون ستونز هنا كرة ديمبلي يا الله ماذا فعلت يا عثمان كنت لتكتب كنت لتكتب اسمك في قائمة التاريخ قائمة المسجلين في دوري أبطال أوروبا هنا كرة تذهب مرة أخرى يعني فقدان الأمل من سيتي في هذا اللقاء تدخل كبير تدخل قاسي وكارت أصفر لغوندوغان واحد من المؤثرين في هذه البطولة بكل تأكيد لدى سيتي من أفضل لاعبين في الميدان في العالم غوندوغان ولا يعني ولا
يوجد أي ذرة مبالغة فيما أقول كرة لجوردي ألبا، ولكنه يعني تفهم أنك تلعب بجوار دي بروين، تلعب بجوار برناردو سيلفا، تلعب بجوار العديد من اللاعبين، لذلك ليس عليك الضوء. هنا كلام طبعا على غوندوغان، هنا كرة خطيرة، كرة خطيرة، كرة خطيرة من أوهو لابورت. لابورتا ماذا تفعل في الهجوم؟ ماذا تفعل في الهجوم يا لابورتا؟ هنا كرة ولكن أبطأ فيها رافينيا عند جون ستونز. جون ستونز كرة عالية ولكنها لديو مقطوعة، مقطوعة مرة أخرى، مقطوعة مرة أخرى، مقطوعة مرة أخرى. أومتيتشي هنا كيسي. فول هذه الكرة، فول هذه الكرة، يقع على أرضية الميدان اللاعب الكبير كيس، ولكن حتى في هذه الهجمة أخفق فيها السيتي. هنا ممفيس، ممفيس يلعبها لأوباميانغ الذي يمر، وماذا أوباميانغ، ولكن لابورتا، لابورتا تألق فيها، لابورتا هذه الكرة. هنا هالاند، هنا هالاند، والتصويب الطائرة، طائرة كانت من هالاند، طائرة كانت ولكنها تضيع. إذن يا سادة أظن أن الوقت قد حان لنعلن أن برشلونة يفوز بأول لقب له في هذا البرنامج. هنا يا سلام، أوباميانغ هداف دوري أبطال أوروبا أيضا من برشلونة، ثلاثة بالثلاثة يضربون السيتي بالثلاثة يا الله، ولا يلعبون بالقوام الكامل. يعني يا سلام على هذا الهدف، يا سلام على هذا الهدف من أوباميانغ. الله 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 يا أوباميانغ كبير، هذا اللاعب كبير. هنا يعاملون السيتي على أنهم فريق مبتدئ. فوز، فوز يا الله بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة مرة أخرى. عاش عاش يا رجال، الرجال فعلوها، فازوا بدوري الأبطال. احتفالات، احتفالات من الجميع، احتفالات من الجميع، من أومتيتي، من ممفيس. يا سلام، هنا الكابيتانو يحمل على الأعناق، الكابيتانو بوسكيتس، متعة، بوسكيتس يرفع الكأس ذات الأذنين، ذات الأذنين، حسرة على وجه بيب، حزن هنا لجمهور السيتي، ولكن أي بهجة وأي جمال ما حدث في أرضية الميدان. هنا يا سادة برشلونة يفوزون بهذه المباراة بنهائي دوري أبطال أوروبا، كانت بطولة رائعة، كانت بطولة كبيرة. طبعا أوباميانغ هو نجم المباراة، أظن أنه واحد من أفضل اللاعبين في دوري الأبطال بكل تأكيد. إذا انتهت معلومات بقى، ومعلومات عن المسابقة بقى، قلت لك تصنيف الأهداف، أوباميانغ ب 12 هدف في دوري الأبطال. يعني أين صلاح، أين سون، أين هالاند، ولكن هاري كين، هاري كين يكتفي فقط بعشرة أهداف في هذه البطولة، وصلاح لا يوجد له أي وجود. يا سادة ترتيب الصناعة، ممفيس ديباي في ترتيب الصناعة هو رقم واحد، كذلك أداما تراوري يقترب منه بكل تأكيد، محرز لم يصنع كذلك، العديد لم يصنعون. إذن يا سادة في ليالي الأبطال الفائز هو FC برشلونة، برشلونة يا سادة. يعني يا سلام، من الثالث والرابع، ما فيش هنا الثالث والرابع على ما أظن، أنه لا يوجد هناك ثالث ورابع، ولكن برشلونة فاز بالثلاثة، بالثلاثة في النهائي على مانشستر سيتي، واحد من أقوى الفرق في هذه اللعبة وفي العالم طبعا بكل تأكيد. برشلونة فعلها. كل في الكومنتات تقييمك إيه لهذا البرنامج، أظن أنه من البرامج الجيدة بكل تأكيد. الحمد لله على الفوز في هذه البطولة الكبيرة.
البطولة التي تغيب عن النهائي فيها بيكي، ولكننا استطعنا الفوز كذلك لاعب رافينيا الذي كان غائبا في جميع المباريات السابقة. طيب يا جماعة، المباراة يعني إلى الأبطال خلصت. لو عايزيني ألعب وأجرب حظي بفريق تاني قولوا لي تحت في الكومنتات مين هو الفريق دوت، ونلعب ونرجع نلعب تاني مرة تانية ليالي الأبطال بقيادة فرقة تانية. لو عايزيني ألعب بطولة تانية كذلك مدعم هنا في اللعبة، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، الدوري أبطال الدوري أبطال آسيا، كذلك دوري أبطال أمريكا اللاتينية، يعني الدوري الأبطال اللاتيني اللي هو الأرجنتين والبرازيل وهذه الفرق. يوجد دوري أبطال إفريقيا طبعا بكل تأكيد، كذلك يوجد الدوري الأوروبي اللي هو الكونفدرالية الأوروبية، يعني لا يوجد دوري أبطال إفريقيا مع كل أسف، ولكن دوري الأمم الإفريقية هو الموجود. فقول لي في الكومنتات ماذا تريد مني، عايز نعيد البرنامج ده بفرقة تانية كان بها، عايز نعيد ألعب برنامج تاني برضو كان بها، وأشوفك طبعا بكل تأكيد في الحلقة الجاية في برنامج تاني أو في نفس البرنامج. يلا سلام عليكم.